سابر عشاشق الصعب الرجال اللي تحسب الرجال حسابها من بني وهبها للفعل متعب تركب ما يذوق النوم من فعلهم حرابها وباسم شهرنا العريضة عزيزنا الجناب محتمين الحد والنار من شبابها يا ابو ناصر كان محسب لدعوكم حساب الصداقة والزمان اكفن بابها يا محمد صاحبك ما يسجل في الغياب كان ما الاصحاب تعبت عشان اصحابها يا لسابر والله داعي منكم جاب فرصة ترفع مقامي ورب جابها يا ولد عود انكسب نعم في شيب وشباب ناصر الله يرحمه رحمة يدعبها ناصر الله يرحمه رحمة يدعبها راس من رؤوس القبيلة ولصيت امها رايه يفك القضايا وصعبا شابها الله يبديك حساب القطر الله ربع رفاق ومرحب ومسهلا ما الفلوس عن الطلاق ما يجينا ريال طلاق ما يجينا ريال طلاق ما يجينا ريال انت الكلام ما الكلام في الحزب غير مفصل ما يصلح نفداك انت الكلام اللقط ومرحب الله يحييك هذا حيك على اخوي انت كل شيء عين يا ابو ناصر انا بدي الحين ولا هي بقدرها ولا هي بقدركم الجميع والله ايش هذا ما هي بقدركم مره ما عندكم الكلام ده شيء تفضل الله يحييك يا ابو ناصر دق علي عبد الله مسكر حولت معاني 500 ريال ضاف ابن عايد حولت معاني 200 ريال وسعود بن محمد وجعيل حول 200 ريال سلامات بتعذر منكم كلهم خارج المنطقه تفضل انا ومصيني عبد الله عبد الله انا من يمن قد اتصل عليك وعطينا فيكم 500 واحد من يمن حتى 300 والله قدركم اعلى وان حقكم على راكب لكن السالفه رمز مشاركه هذه الاول الثانيه انا والله معشوق عزيمه تفصلي انا جيت بدري الا ابغى اسلم واشارك معكم واعتذر او سلمت مرحبا ومسهلا الله يحييك يا ابو فهد عطاك واقف بنفده خشمك وانت رفيق والله يحييك ومرحبا انت رحيب السين ان فيه مجال فالله ما وحن بعادرين وقناتي عشان معنا وتسمر معنا عدلت من الليل استانس معكم واشارك معكم ونشارك اخوانا فهد ولكن العزيمه جات لنا من اجنبي واستحق والله لا قدرنا نعتذر منه وانتم ما نقدر نقصدكم مرحبا يا ابو فهد مرحبا الله يحييك يعني ما فيه ارتباط عندنا نسولف معكم ونبارك لكم ونكمل واجبهم ان شاء الله الله يطول عمرك مرحبا الله يحييك يلعبون الهركاب حشمه للضيوف الحفل هلا بها تبرق انت مثنى مقدم سحاب بارك انت للبدول Oh, hey, no.
مساكم الله بالخير. كيف حالكم يا رجال؟ وعلى القوة. نسأل الله أن يتزوج أن يوفق ويسر أمره. سلامة الجميع. هذا العوانيك ما يسحمان. أقبل عليكم المعونة. 3000 ريال الحاضر يمثل الغايب. أن هي واجد من أهلها ومحلها. وأن هي شوي ولا قصر العطا. في جملها العنوة والمحبة اللي بيننا. وسلامتكم معنا هدايا بتقدمها ولدكم. وسلامتكم جميع. سلمت السلام عليكم. سلام. كيف الحال؟ اول شر مرضات الله والشر الثاني الله يبارك لك ابو محمد. ونقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهم بخير. واما انتم يا خوالي يقول بيض الله وجه ابوي اللي تخير لي خوال من صناديد الرجال اللي لهم صله وجوله. انتم اغلاه وكل رجال منكم له عندي بشت وانتم اهل البشوت وكبر البخوت وصار الهدايا ولا كبر التعاذير وزيدها سلامتكم. سلمتوا سلمتوا مرحبا ومسهلا الله يحييكم عطاكم وافي وصفكم وافي ومرحبا بكم ترحيب السيل والله يحييكم. الله يبجيك الله يبجيك على البركه على البركه الله يبارك فيك. بعد ما طار الطيور انتعلت ما تهاب لانفضت جرحانها صقرها وعقابها لانفضت جرحانها صقرها وعقابها. ارحبوا باسم الاسافر عشان شق الصعاب الرجال اللي تحسب الرجال حسابها من بني وهب هل الفعل متعب تركب ما يذوق النوم من فعلهم حربها. باسم شهرنا العريضة عزيزنا الجنم محتمين الحد والنار من شبابها. فعلهم بالرمح والسيف مصقول النصب لا حضر منهم شجيع يسد غيابها لا حضر منهم شجيع يسد غيابها. يوم تاريخ القبائل يسطر في كتاب اشهران فعولها اللي تجيب القابها. ما نوفيهم من المدح لو القاف شاب اكبر من المدح في مدها وانسابها. وابرك الايام واحلى الليالي والجو في حفل سلام على جبال سابر يا رجال تكسب الناموس. يا سلام على جبال سابر يا رجال تكسب الناموس. ارحبوا يا رجال ارحبوا. رحبي يسلم. سلام عليكم. عليكم السلام. كيف أنتم؟ حياكم الله. طيبين. الله يعافيك. كيف الحال؟ الله يسلم. وش كل حاله؟ نحمد الله. جانا دعوتك أبو ناصر ولأن عذر في الوصول حبينا نشارككم فرحتكم وعسى أيامكم كلها أفراح. والآن نقول للولد ناصر بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وجيناكم شاركين ومباركين ونفاعه ونفاح الله. سلامتكم. سلمت والله يحييكم مرحبا ومسهلا يا ابو سعود اعطاكم وافي وانتم وافين ومرحبا بالحاكم تفضلوا. يوفق يا ناصر الدرب الصواب والتهاني سكتها لك وشرع بابها. والتهاني سكتها لك وشرع بابها. يا ابو ناصر كان محسب لدعوكم حساب الصداقه والزمان قفلنا بابها. يا محمد صاحبك ما يسجل في الغياب كان ما الاصحاب تعبت عشان اصحابها. يا لسابر والله داعي منكم جاب فرصة ترفع مقامي وربي جابها. يا ولد عود انكسب نعم في شيب وشباب ناصر الله يرحمه رحمة يدعابها. ناصر الله يرحمه رحمة يدعابها. راس من رؤوس القبيلة ونصيت امها رايه يفك القضايا وصعبا شابها. بعدها في محفل يتعبون الهركاب حشمة للي ضيوف الحفل هلابها. اتبرق انت مثنى مقدم سحاب بارك انت للبدولين شد عجابها. وعد ما طار الطيور انتعلت ما تهاب لانفضت جرحانها صقرها وعقابها. لانفضت جرحانها صقرها وعقابها. ارحبوا باسم الاسافر عشان شق الصعاب الرجال اللي تحسب الرجال حسابها. من بني وهب هل الفعل متعب تركب ما يذوق النوم من فعلهم حربها. باسم شهرنا العريضة عزيز
عزيزين الجنم محتمين الحد والنار من شبابها فعلهم بالرمح والسيف مصقول النصب لا حضر منهم شجيع يسد غيابها لا حضر منهم شجيع يسد غيابها يوم تاريخ القبائل يسطر في كتاب اشهر نفعولها اللي تجيب القابها ما نوفيهم من المدح الاول قاف شاب اكبر من المدح في مجدها وانسابها وابرك الايام واحلى الليالي والجوار في حفل شبل بيوت الشعر يزهبها والله يوفقك يا ناصر الدرب الصواب والتهاني سكتها لك وشرع بابها والتهاني سكتها لك وشرع بابها. السلام عليكم. عليكم السلام. مساكم الله بالخير. مساكم الله بالنور. ايش حالكم يا رجال؟ الله يحييكم. مبروك يا متزوج، الله يبارك لك ان شاء الله في هذا الليل. جزاك الله خير. علمنا سلامتكم. سلمتوا. جاتنا دعوتكم الكريمه من غلاه اخواننا اكبر عليكم الربع تشوفون المشعان مع مشاركه 8000 ريال. انهي واجد والله انكم تستاهلون اكثر من الكلام ذا، وانهي قليله في المعذره ويثمنها الوصول لهذا المكان. وانت عذر عن شايبنا وهو يا ولده في المستشفى وعوالي اثنين في بيشت عندهم اعماله ومدارس عوالهم وسلامتكم. سلمت والله يحييكم يا ابو سعيد، مرحبا ومسهلا، اعطاكم وافي وانتم وافين وربع رفاقه وانتم مضيفه ما انتم ضيفان، ومرحبا بكم والله لا يهينكم، واللي غايب نسدد غيبته ومرحبا انت رحيب السيد. ما نعطي ما يبرخ خطرنا والله العظيم. الله يحييكم يا ابو سعيد. يا ابو ناصر كان محسب لدعوكم حساب الصداقه والزمان قفلنا بابها، يا محمد صاحبك ما يسجل في الغياب كان مال اصحاب تعبت عشان اصحابها، يا لسابر والله داعي منكم جاب فرصة ترفع مقامي وربي جابها، يا ولد عود انكسب نعم في شيب وشباب ناصر الله يرحمه رحمة يدعبها، ناصر الله يرحمه رحمة يدعبها، راس من رؤوس القبيلة ولصيت امها رايه يفك القضايا وصعبا شابها، بعدها في محفل يتعبون لها الركاب حشمة اللي ضيوف الحفل هلابها، الدبرق انت مثنى مقدم سحاب بارك انت للبدولين شد اعجابها، وعد مطر الطيور انت علت ما تهاب لانفضت جرحانها صقرها وعقابها، لانفضت جرحانها صقرها وعقابها، ارحبوا باسم الاسابر عشان شق الصعاب الرجال اللي تحسب الرجال حسابها، من بني وهبها للفعل متعبت الركاب ما يذوق النوم من فعلهم حرابها، باسم شهران العريضة عزيزين الجنم محتمين الحد والنار من شبابها فعلهم بالرمح والسيف مصقول. السلام عليكم يا رجال، ارحبوا البقاء. مساكم الله بالخير. شوف الخير. حالكم يا رجال؟ الله يعافيك. وعلى القوة. الله يقويك. على بركة المقام. يا ناصر بن محمد تزوجت والله يوفقك، ونقول كما قال الرسول بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهم في خير، عزمت ربعك على الشرقية وكلفونا بالوصول وجيناكم ب10,300 كل منهم عطاه توسمه، سلامتكم. سلمتوا ومرحبا ومسهلا يا ابو سعيد، الله يحييكم، عطاكم وافي صفكم وافي وانتم وافين وربع رفاقه ومرحبا ومسهلا، تفضل. الله يبقى. لا حضر منهم شجيع يسد غيابها، لا حضر منهم شجيع يسد غيابها، يوم تاريخ القبائل يسطر في كتاب اشهران. السلام عليكم. السلام. مساكم الله بالخير. بالخير. يا ابو ناصر دعيتنا لشان ناصر ان الله يوفقه ويبني بيته. جزاك الله خير. الربع اللي تشوفهم غايب بن عبد الله بن ظافر ومحمد بن عايض عندهم زواج الجار لهم، وجينا وابن نجيف وجينا مده، والمده الله سبحانه وتعالى انهي واجد تستاهلونها، وانهي شويه في كمل هالغلا والمحبه اللي بيننا وسلامتكم. سلمتوا ومرحبا ومسهلا يا ابو سعيد، الله يحييكم، اعطاكم وافي صفكم وافي وانتم وافين وربع رفاقه ومرحبا ومسهلا، تفضلوا. باقي تعال يا ناصر. ارحب ارحب الله يحييك.
حضر منهم شجيع يسد غيابها، لا حضر منهم شجيع يسد غيابها. يوم تاريخ القبائل يسطر في كتاب اشهر نفعولها اللي تجيب القابها، ما نوفيهم من المدح لو القاف شاب اكبر من المدح في مدها وانسابها. وابرك الايام واحلى الليالي والجو في حفل شبل بيوت الشعر يزهابها. ارحبوا يا رجال، السلام عليكم. السلام، مساكم الله بالخير جميع. بخير، وش احوالكم يا رجال؟ الله يحييك. ماجورين، الله يسلمك. اول شيء بنقول الله يوفق العريس ويبني بيته ويجعله زواجنا مبارك يا ابو ناصر. جانا داعي منك ولا جانا عذر في الوصول، اقبرنا عليكم يا ال محمد مسلمه ومشاركه ونفاعه، معنا رمز عطف ان كان واجد فتستاهلونه وان هو قليل فاعذرونا على قله. أنتوا غالين وعند شايبنا الله يبيح منه ويغفر له غالين، وأقبلنا عليكم زايد أعفاكم، معنا 2000 ريال منا يا محمد. وسلمتوا، سلمتوا، مرحبا ومسهلا، الله يحييكم يا أبو محمد، عطاكم وافي صفكم وافي، وأنتوا ربع ورفاقة، والله يرحم شايبكم في هذا الليل الفضيل. اللهم آمين. مرحبا بالحاكم، وقلتوا الله يبيح. مرحبا ومسهلا. الله يوفق يا ناصر الدرب الصواب، والتهاني سكتها لك وشرع بابها، والتهاني سكتها لك وشرع بابها. يا ابو ناصر كان محسب لدعوكم حساب، الصداقة والزمانة قفلنا بابها. يا محمد صاحبك ما يسجل في الغياب، كان ما الأصحاب تعبت عشان أصحابها. يا لسابر والله انت عين منكم جاب فرصة ترفع مقامي، وربي جابها. يا ولد عود انكسب نعم في شيب وشباب، ناصر الله يرحمه رحمة يدعبها، ناصر الله يرحمه رحمة يدعبها. يا سلام الله عليكم يا رفاقة، يا بني عم ينوم اسمع لها. يا سلام الله عليكم يا رفاقة، يا بني عم ينوم اسمع لها. يا سلام الله عليكم يا رفاقة، يا بني عم ينوم اسمع لها. يا سلام الله عليكم يا رفاقة، يا بني عم ينوم اسمع لها. ارحبوا يا رجال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام، كيف الحال يا رجال؟ الله يحييك، مساكم الله بالخير. يا أبو ناصر سلامتك، سلامة ما يسمع. سلام، جانا منك دعوة ولا جانا عذر في الوصول، واجتماع الربع اللي تشوف جيناك بعانية، والله لا هي بجهدنا ولا هو بقدرك، 3400. ونقول للمعرس بارك الله لهم وبارك عليهم وجمع بينهم في خير، وأسأل الله لهم الذرية الصالحة، وأنت رفيز مطلق وتستاهل الحضور أنت وإخوانك وربعك، والنقص شيء في عدلنا، وسلامتكم جميع. سلمتوا، سلمتوا، تعال يا معلس. مرحبا ومسهلا، أن الله يحييكم، أعطاكم وافي صفكم وافي وربع ورفاقة غالي، ومرحبا بالحاكم، الله يبقيكم. مرحبا يا سلام، الله يبقيكم، والله نحكم أكثر من كذا. رسم الروس القبيلة ونصيت امها، رأيه يفك القضايا وصعبا شابها. بعدها في محفل يتعبون الهركاب، حشمة للضيوف الحفل هلابها. تبرق انت مثنى مقدم سحاب، بارك انت للبدولين شد اعجابها. وعد مطر الطيور انت علت ما تهاب، لانفضت جرحانها صقرها وعقابها، لانفضت جرحانها صقرها وعقابها. ارحبوا باسم الاسابر عشان شق الصعاب، الرجال اللي تحسب الرجال حسابها. من بني وهب هل الفعل متعب تركب، ما يذوق النوم من فعلهم حربها. باسم شهرنا العريضة عزيزنا الجنم، محتمين الحد والنار من شبابها، فعلهم بالرمح والسيف مصقول النار. السلام عليكم. السلام، الله يمسيكم بالخير. مساكم الله بالنور. جاك ربعك
ناصر بن عبد الله بن هداف وجبار بن فالح ومشعان بن ابن محمد بن سابر جوك ب 2300 انهي واجد في تستاهلها وانه قليل تمسمنها وزايدها عفاك وطالت بقاكم من يسمع. سلمت سلمت يا ابو ناصر مرحبا ومسهلا ان الله يحييكم ترحب السيل عطاكم وافي صفكم وافي وربع ورفاقه ومرحبا بالحاكم. الله يسلمكم. الله يسلمكم. لا حضر منهم شجيع يسد غيابها، لا حضر منهم شجيع يسد غيابها. يوم تاريخ القبائل يسطر في كتاب اشهر نفعولها اللي تجيب القابها، ما نوفيهم من المدح الاول قاف شاب اكبر من المدح في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يلا مساهم بالخير. مساكم الله بالنور. وعلى القوة. قال يا قوة. نسأل الله العلي العظيم أن يديم علينا وعليكم نعمة الأمن والأمان. وأن يديم هذه الأفراح إنه سميع مجيب. سلامة الجميع. سلام. دعوة كريمة من رجل غالي ومن أسرة كريمة حضرنا ملبين الدعوة. معنا معونة رمزية. وبشتيزها منكب أبو ناصر لا هي بجهدنا ولا هو على ما قال قدركم عندنا. هذا مجوب جياتنا وسلامة الجميع. سلمتوا سلمتوا مرحبا ومسهلا يا أبو ملاحي. الله يحييكم عطاكم وافي صفكم وافي وأنتوا ربع ورفاقة وعواني وغالين ومرحبا بكم. مرحبا أنت راح السيد. مرحبا باقي سلمهم. يا ابو ناصر كان محسب لدعوكم حساب الصداقة والزمانة كفن بابها. يا محمد صاحبك ما يسجل في الغياب كان ما الأصحاب تعبت عشان أصحابها. يا لسابر والله داعي منكم جاب فرصة ترفع مقامي ورب جابها. يا ولد عود انكسب نعم في شيب وشباب ناصر الله يرحمه رحمة يدعبها. ناصر الله يرحمه رحمة يدعبها. راس من رؤوس القبيلة ولصيد مهاب رايه يفك القضايا وصعبا شابها. بعدها في محفل يتعبون الهركاب حشمة للضيوف الحفل هلابها. تبرق انت مثنى مقدم سحاب بارك انت للبدولين شد اعجابها. وعد ما طارت طيور انت علت ما تهاب لانفضت جرحانها صقرها وعقابها. لانفضت جرحانها صقرها وعقابها. ارحبوا باسم نسافر عشان شقى الصعاب الرجال اللي تحسب الرجال حسابها. من بني وهب هل الفعل متعبت الركاب ما يذوق النوم من فعلهم حربها. باسم شهرنا العلي ضع عزيزنا الجنم محتمين الحد والنار من شبابها. فعلهم بالرمح والسيف مصقول النصب لا حضر منهم شجيع يسد غيابها. لا حضر منهم شجيع يسد غيابها. يوم تاريخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ما نقول إلا الله يبارك لهم ويبارك عليهم. معي جماعة أبو ناصر جانا من كندا ولبينا. معنا عطا والله يعطيكم خير من العطا. تقدم لنا واحد ياخذه. واسم الربع في الورقة هذه سلامتكم. سلمتوا مرحبا ومسهلا الله يحييكم عطاكم وافي صفكم وافي مردكم وافي ومرحبا ومسهلا الله يحييكم. رحبي يبقى. اشهر نفعولها اللي تجيب القابها ما نوفيهم من المدح الاول قاف شاب اكبر من المدح في مدها وانسابها. وابرك الايام واحلى الليالي والجوف في حفل شبل بيوت الشعر يزهابها. والله يوفقك يا ناصر لدرب الصواب والتهاني سكتها لك وشرع بابها. والتهاني سكتها لك وشرع بابها. يا ابو ناصر كان محسب لدعوكم حساب الصداقة والزمانة كفن بابها. يا محمد صاحبك ما يسجل في الغياب كان ما
جابر والله مساكم الله بالخير. كيف الخير؟ كيف انتم يا رجال؟ الله يحييك. مساكم طيبين. مرحبا. على بركة الزواج. الله يبارك فيك. الله يوفقهم ان شاء الله ويبني بيتهم. جزاك الله خير. سلامتكم جميع. سلمت. الله يغفر لي عن اخواني نفداهم. جيناكم مسلمين ومباركين ومعنا عطم بسيط. واعذرونا على قله. منصور بن سالم ومحمد بن سالم وخالد تعذرون منكم. والله انا مخارج المنطقة. وسلامتكم جميع. سلمت ومرحبا ومسهلا ان الله يحييكم عطاكم وافي صفكم وافي مرحبا بالحاف الله يحييكم. يا منكم جاب فرصة ترفع مقامي وربي جابها يا ولد عود انكسب نعم في شيب وشباب ناصر الله يرحمه رحمة يتعبها ناصر الله يرحمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. وش حالكم يا الربع؟ الله يحييك. عساكم طيبين. حياك الله. وش حال كل اسمه؟ الله يسلمك. ابو ناصر دعاك لزواج الولد الله يجعله بركه. وجينا مشاركين ومباركين. معنا عطاء ان كان واجد يستاهله وان كان شوي بتسمنا هالجينا اللي بالنا. وسلامتك وسلامه الحاضرين. سلمت الله يحييك مرحبا ومسهلا عطاك وافي مرحبا بك الله يحييك. الله يبقيك ويطول اعمارك. متر يتعبها راسم الروس القبيلة ونصيت امها رايه يفك القضايا وصعب شابها بعدها في محفل يتعبون الهركاب حشمة للي ضيوف الحفل هلابها التبرق انت مثنى مقدم سحاب بارك انت للبدولين شد عجابها وعد ما طار الطيور انت علت ما سلمهم. سلام عليكم. السلام. مساكم الله بالخير. اجرين يا رجال. يا ابو ناصر جاءتنا دعوة زواج الولد وجعله على القوة اقبلنا عليك الناصر الحاضر تشوفه والغايب يعتذر لظروفه نقول للمعاريس اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهم في خير. مع مشاركتنا 2000 ريال كل عطاه تو اسمه والله يمنعنا وياكم بعوال الحرام هذا علمنا وسلامتكم. سلمت ومرحبا ومسهلا ان الله يحييكم ترحم السيل عطاكم وافي صفكم وافي مردكم وافي مرحبا ومسهلا يا ابو ناصر مرحبا بكم تفضلوا. الله يبقيكم. وين المعرس؟ ارحب جميع مرحبا يا ابو. الله يبقيكم ارحب وياكم اللي معك مرحبا الناس. الله يبقيكم جميع. لنفضت جرحانها صقرها وعقابها ارحبوا باسم نسابر عشاشق الصعب الرجال اللي تحسب الرجال حسابها من بني وهبها للفعل متعب ترك ما يذوق النوم من فعلهم حربها باسم شهرنا العريضة عزيزين الجنم محتمين الحد والنار من شبابها فعلهم بالرمح والسيف مصقول النصب لا حضر منهم شجيع يسد غيابها لا حضر منهم شجيع يسد غيابها يوم تاريخ القبائل يسطر في كتاب اشهر نفعولها اللي تجيب القابها السلام عليكم. السلام. الله يمسيكم بالخير. دعيتنا يا ابو ناصر ولا نعذر في الوصول جيناكم مسلمين ومباركين واخدم ابو عبد الله معنا رمز عطا والمعطي الله سبحانه انه واجد تستاهله وان كان شوي عذرنا عليه سلامتكم. سلمت ومرحبا ومسهلا الله يحييكم تفضلوا مرحبا.
سيوف ويا ناصر بن محمد ولا تخص الا بخير. جاتنا دعوتك وجعلها بيت الصيب والنصيب والحظ اللي ما يخيب. جاك خوياك من كل فج وديره حاضرهم تشوف وغايبهم عذره معه واللي مثلك عذر معهم رمز عطاء والمعطي الله سبحانه 46,000 ان كانها واجد بتستاهلها وهذا فعلي مناك عند خوياك وان كانها قليل بتدسمها المحبه والغال اللي بيننا وزايدها بشتين مشلح منا يا خوياك اللي جمعت بيننا وبينك غربه وعسكريه وان هديه خاصه من عبد الرحمن بن عايض الحالفي وانت تستاهل ابو محمد وسلامتكم. سلمتوا سلمتوا مرحبا ومسهلا الله يحييكم ترحيب السيد. الله يبقيكم. ماردكم وافي وصفكم وافي وعطاكم وافين وهذا من وفاكم عند خويكم مرحبا بالحاكم. هذا العلم الاول، العلم الثاني عشاكم عند زميلكم ذي الليل. اما غداكم بكره منتهي ولا عشاكم ولا نبي في الهرج الا تمامه وسلامتكم. سلمتوا قول اله الله. حق لا اله الا الله. اما الشيء المعترض فحنا نعتبره لنا. واما الشيء الثاني فوالله احنا بوجه الله. اعوذ بالله. من الكلايف. احنا رجالهم طوقيه وكل في شانه. والله يغريب. الله لكم حق في كل بيت وبنحب نجمعكم في كرامته وحده. الله يبيض وجيهكم. ووجهك. ولا انت اقدم يا ابو محمد. ارحب وارحب والله لا تهينهم وتبيض وجيههم. يوم تاريخ القبائل يسطر في كتابه اشهر نفعولها اللي تجيب القابها ما نوفيهم من المدح الاول قاف شاب اكبر من المدح في مجدها وانسابها وابرك الايام واحلى الليالي والجو في حفل شبل بيوت الشعر يزهبها والله يوفقك يا ناصر الدرب الصواب والتهاني سكتها لك وشرع بابها والتهاني سكتها لك وشرع بابها. ارحبوا يا رجال ارحبوا. السلام عليكم. السلام. مساكم الله بالخير. مبروك ما مشيتوا فيه. الله يبارك فيك. سلامتك ابو ناصر. سلمت. تزوج والدك وجعل على القوه. ونقول لك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لهم واجمع بينهم في خير. جوك زملائك اللي انت تشوف وانا اخذهم بالكلام هم يخدموني بالفعل معهم معونه والمعين الله زايدها سلامتكم. سلمت ومرحبا ومسهلا ان الله يحييكم عطاكم وافي ماردكم وافي صفكم وافي ومرحبا بالحاكم عشاء ذا الليل منتهي وبكره بنكرمكم ولا عشاء وسلامتكم جميع. الله يطول اعماركم. العشاء اللي قايم حمنا هله واللي غيره في وجه الله. مرحبا بكم مرحبا ان الله يحييكم. ارحبوا 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 مرحبا نلف الله يحييكم. يا ابو ناصر كان محسب لدعوكم حساب الصداقة والزمانة كفن بابها يا محمد صاحبك ما يسجل في الغياب كان ما الأصحاب تعبت عشان أصحابها يا لسابر والله داعي منكم جاب فرصة ترفع مقامي ورب جابها يا ولد عود انكسب نعم في شيب وشباب ناصر الله يرحمه يدعبها. ارحب يا ابو عبد الله ارحب مرحبا. الله يبقيك ويطول عمرك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. مساكم الله بالخير جميع. كيف الحال يا الربع؟ اول ما يكون نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لهم وبارك عليهم وجمع بينهم في خير. دعيتنا يا ابو ناصر وانت جار وعزيز وزميل ولك عندنا مقدريه خاصه. وجيناك ولا لنا عذر في الحضور. جيت كان ولدي ومعنا عبد الله بن سعد وابو حسن يعتذرون من الحضور لمناسبة عندهم تخصهم وجناكم رمز عطان كان واجد تستاهلونه وان كان شوي وفيه الغلا والمحبة وسلامتكم. سلمت سلمت الله يحييك مرحبا ومسهل عطاكم وافي ماردكم وافي وانتم وافين ومرحبا بالحاكم الله يعلي قدركم. الله يبقيك وطول عمرك. الله يرحمه رحمة يدعبها راس من رؤوس القبيلة ولصيت امها رايه يفك القضايا وصعبا شابها بعدها في محفل يتعبون لها الركاب حشمة للضيوف الحفل هلابها عد براق
وانت مثنى مقدم سحاب فارق انت للبدونين شد عجابها وعد ما طار الطيور انت علت ما تهاب لانفضت جرحانها صقرها وعقابها لانفضت جرحانها صقرها وعقابها ارحبوا باسم نسافر عشان شق الصعاب والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نرحب بضيوفنا الكرام ترحيب يليق بمقامكم الرفيع، ونقدر لكم تلبيتكم دعوة الحضور في حفل الزواج الملازم أول ناصر بن محمد بن سابر بن شديد. ويتقدم والد العريس محمد بن ناصر بن شديد لإلقاء كلمته الترحيبية. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلِّ وسلِّم على رسول الله. أول بدو نقول للعريسين اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. ثاني شيء نرحب بكم جميع مرحباً ألف، مرحباً ألف للي جاء من بعيد وللي جاء من قريب، مرحباً بخويا ناصر، مرحبا نلف، ومرحبا بخوياي، ومرحبا بالجيران، ومرحبا بالرفاقه والجماعه، مرحبا نلف. الله يحييكم جميع بدون تخصيص، والله انكم شرفتوا حفلنا، والله يجملنا ويجملكم من رزق مايلكم وجعلكم مسلوم من جميع. وصلى الله وسلم على رسول الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وخير بدايه لحفلنا هذا ايات من الذكر الحكيم يتلوه على مسامعكم القارئ ناصر بن سعيد بن سابر بن شديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. كما ندعو الشيخ محمد بن عبد الله الهزري لإلقاء كلمته الدينية جزاه الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أحبتي بالله، مما يقال في هذه المناسبات في هدي النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يقول للمتزوجين بارك الله لكما وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. أحبتي في الله، حنا في مناسبة فرح، والواجب في مناسبة الفرح إن الناس يظهرون الفرح والبشر، لأن البشر خير وسعادة، فينبغي لنا أن نفرح في هذه الليلة وأن نفرح بمناسبة عزيز علينا وهو ابننا ناصر. فذلك الشاب الذي أعرفه عن قرب، سكننا بجوار والده فترة من الزمن وكان نعم الشاب، فنسأل الله جل وعلا أن يوفقه وأن يرزقه الذرية الصالحة. قولوا آمين. أحبتي في الله، حنا يا أحباب في نعمة عظيمة نحسد عليها جميعا في هذه البلاد، ألا وهي أحبتي في الله نعمة الأمن ورغد العيش الذي نعيش فيها. كل عاقل وكل متفطن وكل متتبع للأحداث يعلم إننا نعيش في ذروة النعمة، نحمد الله ونشكره ونثني عليه. فما هو الواجب تجاه هذه النعمة؟ ماذا نقدم لهذه البلاد؟ وماذا نقول في هذه البلاد؟
نقول في هذه البلاد إن الله جل وعلا يعني شان ولاة أمرها، قلوا آمين. كما أسأله جل وعلا أن يديم علينا الأمن في أوطاننا وفي صحتنا. ونتذكر في هذا المقام حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ذلك الحديث العظيم الذي قال فيه إن المسلم إذا أمسى آمناً في سربه، آمناً في سربه يعني مكانه بيته، آمناً في سربه عنده قوت يومه. كم عندنا يا أحبتي في الله، عندنا قوت بفضل الله سنين. والدليل على ذلك حينما أتت جائحة كورونا خرجوا المسؤولين وطمنوا الناس إن الغذاء في المملكة العربية السعودية لا خوف عليه، وهذا من فضل الله جل وعلا. قال آمناً في سربه عنده قوت يومه معافاً في بدنه، فكأنما سيقت له الدنيا بحذافيرها. فالواجب علينا أحبتي في الله أن نشكر هذه النعمة، والواجب علينا أن ندعو لولاة أمور المسلمين، والواجب علينا أن نذب عن هذه الدولة، وهذا واجب علينا وحق مشروع. أسأل الله جل وعلا أن يديم علينا وعليكم الأمن والأمان، كما أسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا عندنا شقية ولا محرومة. اللهم احفظ إمامنا سلمان بن عبد العزيز، اللهم احفظ ولي عهده يا حي يا قيوم محمد بن سلمان، اللهم احفظهم وعزهم بعزك يا حي يا قيوم، واحفظ بلادنا يا حي يا قيوم إنك ولي ذلك والقادر عليه. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير شيخنا محمد. وأما الآن مع فقرة الشعر والشعراء المبدعين، فليتقدم الشاعر عبد العزيز بن مناحي الفويه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. صلوا على النبي يا رجال. لا 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 يا لا 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 لا. واليوم يا رب دمها بالرخا والنعم، ندر الرفق والنسيب مقلط في الصدور، وان جالز وما اهتجي ربعه وشيخانه. يا لا 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 لا، وان جالز وما اهتجي ربعه وشيخانه. يا لا 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 لا. يالله عليك اتكالي وانت نعم الوكيل، جمل كلامي وزدني بالكلام الجزيل. سلامي اللي على الداعي حضر للمقام، في بندر الاد ناصر محتمين الجهام. من بعد دعوتك يا العاني اهجاتنا، وحنا لقدر العنوة نشعب ركابنا. ما نعتذر من لزوم العاني والنسيب، وفي الواجبة والمواقف دايم ما نغيب. وشان السابر على شانه نحث المسير، اللي من العاصمة والليل فمن عسير. وشان السابر على شانه نحث المسير، اللي من العاصمة والليل فمن عسير. شايبهم اللي قضى عمره كريم اليمين، وعساه في عالي الجنة من الصالحين. ودع الخدامي لهم قدر ومجد تليد. صفقوا يا رجيجين. والله ان شايبهم ناصر ان الله يجعله في الجنه، يستاهل والخدامي يستاهلون. هذا حرز الحدود وبني عمنا المطاليد. وترى الشاعر بعد يبغى ياخذ نفس. وشان السابر على شانه نحث المسير،
اللي من العاصمه واللي لفمن عسير شايبهم اللي قضى عمره كريم اليمين عساه في جعالي الجنه مع الصالحين ودع الخذامي لهم قدر ومجدا تليد من عصر شوق الضعن فزعه ورايا سديد ترثي تلي حمد ديره نهار القشر وثبت مراسي ما تو العرب والنشر واليوم يا رب ادمها بالرخاء والنعم ندر الرفق والنسيب مقلط في الصدور وانجال زومه تجي ربعه وشيخانا يا لا 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 وانجال زومه تجي ربعه وشيخانا وسلامتكم جميع. صح لسان شاعرنا. وأما الآن مع الشاعر المبدع علي بن حسين أبو ظهير. السلام عليكم، مساكم الله بالخير، أسعد الله مساءكم جميعا. أول شيء أهني زميلي وخويي محمد بن ناصر زواج ابنه، كذلك أهني المتزوج، أتمنى له التوفيق وحياة سعيدة إن شاء الله. بداية والبداية بطلب الله واحد معبود عظيم الشان رب البيت خلاق السما العالي نعبده حق ونجله وإليه الملتجا ونعود عسى الله يقبل دعانا ويصلح كل الأحوالي وعز الدين والدولة وعز الحاكم ابن سعود وعم المملكة بالغيث 17 ليالة حمالي بعدها يا سلام الله على أهل الطيب وأهل الجود شهرين لهم في صفحة الأمجاد من زالي هل السيف وهل الخيل وهل الرمح وهل البارود سهوم الحرب في الميدان تلطم كل عيالي بجنوب المملكة مثل الجبل ثابت سواة الطود عواني وحددة وسلومنا مضرب للأمثالي وسلام الله عليكم يا بني واهب شباب وعود هل الأمداح من وقت مضى لوقتنا الحالي هل السلم القوي وأهل الغروس ومحتمين الذود ومن صام حدث ظروف وقته وشه باللالي وسلامي يا عيال خذام وسلامي يا عيال خذام أسوق سوق الكمبود هل المعروف مزبان الدخيل ومزبان الجالي مواقيف الخذام واضحة لحق عود نعود مواقيف الشجاع اللي يعرف المر والحالي تعهدت على تعاهدت على فعل الكرم ومساند المضهود وعلى حسن الجوار وطيبكم من أول وتالي وابن سابر خوي وافتخر إني هنا موجود حضرت الليلة أهني وبارك لابنها الغالي وابو ناصر على فعل الرجال الطيبين يزود جمع كل الصفات اللي تميز كل رجالي طريق حجاج وأبيض وجه ما يقرب من المنقود سبعا عام يرعى الوفا يا طيب الفالي دلائل والدلائل واضحه والحاضرين شهود وجود اهل الوفا في الماقف اللي يشرح البالي صحيح ان الخوي له في السلوم الطيبات عهود وحنا للخوي ناقف معه بالمال والحالي يشرفني حضوري بالنيابه عن عيال العود ما لك زود هل الصيت المشرف يومها رجلي وخيالي عيال مضي مساس العرب والجد المسمى هود تواريخ العرب تكتب وتشرح بيض الأفعالي بدون قصور في كل القبائل جمع ولا بدود حماة الدين وحماة الوطن من كل مختالي وصلاة الله تعالى ربنا المعبود والمحبود على المحمود على سيد البشر شفيعنا في يوم الأهوالي صح لسان شاعرنا. وأما الآن مع الشاعر الجزل مخلد بن خالد الذيابي. في حقوق أصحابنا سقنا الركاب ناقف ونقضي لزوم أصحابنا ما تسجل في لوازمنا غياب والمراجل مودعة في حسابنا
وعليكم زود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. الليلة زواج واحد من عيال أبوي، رفيق ومطلق وغالي، يشهد علي الله أن زايدين عنا يا أخوانا كلنا. ما نقول لك يا أبو محمد إلا مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. بعد زال ثلث الليل وانكف والسمار، وهبت على صدري هبوب شمالية، فهقت الشماغ وشاش راسي ونومي طار، وقمت ألعب بمسباحي وبراحة يدي، وبراسي قصيدة تطرب السادة الحضار وتطرب لها كل الرجال الحماوية، بدا لازم ما عنه والله يمين يسار، حضوري وجب والواجبة دوم أساسية، ودونك يا ناصر ماني بسايق الأعذار، أنوخ لك الأعذار لو إنها حية، أبضرب بقافل أسمعوها العرب بجهار، يقولون صح لسان من قاله ويا حية، أنا الشاعر اللي وقفته تلفت الأنظار، وأنا الشاعر اللي مفرداته حماسية. عليكم زود. أنا الشاعر اللي وقفته تلفت الأنظار، وأنا الشاعر اللي مفرداته حماسية، ماني بشاعر الهزلة ولا بشاعر استهتار، أنا شاعر الوقفات وفي راسي أحمية، عسى الله يجمني مع أهل النبا والكار، عسى دوم سيرتنا بطيب الفعل حية، لو إن الزمن قاسي ولا يرحم وجوار، وما نشكي ظروفه لو تزاود بلاوية، لكم عزم يهول لا يهزم ولا ينهار، لكم عزم يهول لا يهزم ولا ينهار، من الواحد المعبود وهبه إلهية، هلا مرحبا في محفل ما يطبه غار، رجال لهم عزوة وقيمة وجاهية، هلا مرحبا عد ما سالت الأمطار وإعداد ما لاحت بروق سماوية، على حيل وحشو وعود أزرق يندار، وعلى بن نشقر في دلال حساوية، في حفل الحصان اللي يدير ما يندار، حزام السعد يا حية وحي طارية، هذا ناصر اللي الياشان وجه الزمن ولا دار، أشوف الصعايب في تواجد حادية. هذا ناصر اللي ليشان وجه الزمن ولا دار، أشوف الصعايب في تواجده عادية، هذا والله المحزم ليشانة الأقدار، على الخير يبشر بي وعلى الشر مثنية، عسى حفلكم بارك، عسى حفلكم بارك، وجعل الهنا مدرار، وجعل السعادة في حياتك مصيرية، أبوك منهوب فعله أتعب الشعار بحزة الوقفة لوقفات بطولية، أبوك منهوب فعله أتعب الشعار بحزة الوقفة لوقفات بطولية، من العزوة اللي ليستدار الزمان وجار، لهم وقفة والله ما هي بعادية، ليقام واحدهم يسد اللزوم الحار، ليقام واهبي سدك عن 300 يستاهلون. من العزوة اللي ليستدار الزمان وجار، لهم وقفة والله ما هي بعادية، لهم وقفة ليقام واحدهم يسد اللزوم الحار، ليقام واهبي سدك عن 300 يعزون الرفيق وعزل الجار، قبل الدار ومنهاجهم تبشر وحاجتك مقضية، ذخر عود يسمى بفزعة المحتار، ستر الهنوف أم العيون الشقاوية، لكم هيبة عظمى لا تضعف ولا تنهار، على العز تبقى دائما الدوم محمية، ذيدانكم ترعى بهيباتكم الأقطار، عليها القلادة في نحر كل فردية، من أهل الفعل والعزم والإصرار، أهل وقعة والله ما هي منسية، ليصاحت العذرة وجال الرمك
مدرار تخلى الجنايز في الميادين مرمية. يا كم راس عاندكم حذفتوه بالبتار، ويا كم شيخ صار لكم صباب برية. الواهبي اسمه هامة المجد والإصرار على خصامكم علة وسلال وبلية. سلامتكم. صح لسان شاعرنا الجزل. وأما الآن مع شاعرنا المبدع جمعان بن جبار الفرن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة ألسن الشعار وبيض الله وجيههم، وأبو ناصر يستاهل. يا لا 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 وان دعانا وافي مثل ابو ناصر ابتهجنا كلنا وانت باشر به. مرحبا يا ضيوفنا الله يحييكم عند بن سابر راعل ما قبل وافي، ولا غريب لا غريب الطيبة عنده ومن مثله، الرحابة والترحيب مثنية. الله يبارك لنا صار وابو ناصر وان دعانا وافي مثل بن سابر ابتهجنا كلنا وانت باشر به. مرحبا يا ضيوفان الله يحييكم عند بن سابر راعل ما قفل وافي، ولا غريب الطيبة عنده ومن مثله، الرحابة والترحيب مثنية. الله يبارك لناصر وابو ناصر وان دعانا وافي مثل بن سابر ابتهجنا كلنا وانت باشر به. سلامتكم جميع. صح لسان شاعرنا الجزل. واما الان مع الشاعر المبدع فهد بن فايز بن هداف. السلام عليكم. ورحب يا ضيفان عند ابو ناصر واخوانه، في لازم الطيب ما دور للأعذار، ولا الردي لو يتصل ما اشتحنا، علم وعلم يا مدور للأخبار، ما كل من جانا شعبنا جمنا نعد الصحيح ولا نجامل ونحتار، ومن لا يعد الصدق ماهوب منا ما هي بهرجت كل قاصد، وثرثار اللي يغني كل ما الطير غنى، فيا مرحبا ترحيب تكبار بكبار ترحيب يرهج صداها وطنا، فيا مرحبا ترحيب تكبار بكبار ترحيب يرهج صداها وطنا، بالضيف والعاني وبالربع والجار وبشبانا اللي باللوازم تثنى، في حلة أهل الطيب وافينا الأشبار عيال عود بالنوايف، تغنى الشايب اللي للمعادين جبار، وريف الرفيز اللي نخاها وتمنى، تلقى القبال وشبت النار بالنار، وتلقى النشامة عند زبنة المجنة، لعل قبره بالمزين دومه مدرار، وبجنة الفردوس يجزاها عنا. مبروك يا محمد عسى فالكم سار، وعسى الفرح تلقاه فيما تمنى، فارسكم معرب ومن نسل الأخيار طيب تجدد والمدايح تثنى، فارسكم معرب ومن نسل الأخيار طيب تجدد والمدايح تثنى، عز الله إنه ما غوى يومها اختار في منسب الأبطال منا ومنا، مروس قوم ترتكي وقت الأخطار، لا قامت طبول المشاكل تدنا، آل الجعيب مؤمنة حد الأقطار، عدوهم في نومته ما تهنا، كم عائل يشرب قراطيع الأمرار وقاين حتى العدا يشهدنا، صوار من هداتها تشوق الأنظار، كم هامة تخضع لهم والتحنى، يذري ذراهم كل خايف ومحتار قبل الحكومة والمباني تبنى، يذري ذراهم كل خايف ومحتار قبل الحكومة والمباني تبنى، والضيف يلقى له معزة ومقدار يوم العسر يلقى الكرامة تثنى، ليل نجمعها ما تصلبين الأشوار، روس انت روس الروس ماضي زمنا،
ليل جمعها مات صلبين الأشوار روس تروس الروس ماضي زمننا واليوم حنا بظل سادات الأقطار أسيادنا وأسياد سادات أهلنا ملوكنا اللي للوطن درع وسوار تشهد معي من شامنا لا يمنا في شانكم عديت جزلات الأفكار ولولا الفعايل ما عرفنا انتقنا لم تحصم يد عراس لا صار ما صار ولا الردي يقعد ولا يمتحنا سلامتكم. صح لسان شاعرنا المبدع. وأما الآن مع الشاعر الجزل سعيد بن ناصر بن سابر بن شديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بالضيوف والربع والرفاقة والجميع وارحبوا ترحيب المطر الله يحييكم جميع. يقول يلا يلي تجلي الليلة الظلمة بنور وتفرج هموم الخلايق وتجلى غلها حط للجزلات ذي الليل بوابة عبور وافتح أقفال المغاليق لا جحلها لي حوالي عام ما جمعي للشعر دور عافت النفس الطواريق مما علها بين مستشعر وناس يغثون السدور ارثعوا في عالم الشعر حتى ملها لين جا شانن يشوش من قافه جسور حفلة تجمع رموز الكبايل كلها في حفل ناصر محمد يجي للشعر دور ترده عصم القوافي وهو منصلها ارحبوا ثم ارحبوا يا ضيوف ويا حضور عد همال من الوسم مزنه هلها ارحبوا ترحيب طيبه وتقدير وسرور من طلقتها صدور الرجال تحلها مرحبا والطيب الازرق مع الدله يدور عاده ما غير الوقت فينا دلها باسم شهران العريضه على مر العصور لابت يوم الملاقى يظل ظلها وعن بني واهب طوال الايماني والشبور نثني الترحيب بضيوفنا ونعلها وعن بني واهب طوال الايماني والشبور نثني الترحيب بضيوفنا ونجلها ضيفت الغالين صدق المشاعر والشعور وبعدها شط المفاريد تقدير لها والعذر يا ضيوفنا وان حصل منا قصور الكمال المالك الخلق دق وجلها من حضر جمل ومن غاب عنا في معذور الكمال المالك الخلق دق وجلها والصلاة على النبي عد همال بكور خير نسل آدم وحواء صلاة صلها سلامتكم جميعا. صح لسان شاعرنا الجزل. وأما الآن مع الشاعر المبدع مبارك بن سعيد بن سابر بن شديد. الله يجمعنا إن شاء الله. السلام عليكم. اللهم صلِّ وسلِّم على الرسول. بسم الذي كوَّن الإنسان بمشاجه الخالق اللي برى النسمه ومحيها سبحان ربي حبان الشمس وهاجه يزجي سحاب الرفيعات مناشيها يا باغي الخير لا كبرت قم ناجه وابشر برزق من الوهاب يعطيها منا سلام على الشيخان لجاجه مثل البنادق لثارت في نواحيها نسري مع النجم نسري مع النجم تال الليل ودلاجه نرضي كرام المجاني في نواديها ارحب هلا عد نون هالثجاجه يسقي صدور النشامه لين يرويها يا سايق الطيب خل العود عجاجه اكرم سبال الرفاقه عزواليها حي الله اللي لفانا ما بغى حاجه ما وده الا يشاركنا حلاويها سلايل الجود سلايل الجود نهج الطيب منهاجه دواهي الحرب اولها وتاليها ما يردع القوم تيفونه وميراجه النشهران العريضه حي طاريها ما يردع القوم تيفونه وميراجه حنا شهران العريضه حي طاريها يا سابر القوم مثلك دايم يواجه الرمي قوه وعزي في مباديها لضاقتها الارض واهل الدار سهاجه اعبر بحور العرب واقطع فيها من يمسح الجوخ ما يذهب ديباجه عمايم الدين تزهانا ونزهيها حنا مع الدين ماموره ومن عاجه ما حن على الدين كاثر تندواديها طالع سهيل طول الليل وبراجه لشحة القاع مرعاها وراعيها يا سيد البحر يا سيد البحر جاك الشعر وانتاجه
قصيدي الصم تسمعها وتعيها لهود الليل صار اليم كالصاجة الله هو اللي يوجهها ويجريها العلم بحر عظيم تلطم مواجه مراكب الجهل تغرق فيها صلوا على اللي سرى للشام معراجه جده بغزه وطاها واندفن فيها وسلامتكم. صح لسان شاعرنا الجزل. واما الان مع شيله مختاره للاخ الشاعر سابر بن ناصر بن شديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نقول ارحبوا ثم ارحبوا مرحبا ترحب السيل بضيوفنا جميع. والله لاني بشاعر ولا منشد ولكن هنا قصيده تحكي ابياتها الله الله الشاعرها وناخذها شيله طلبا عند رغمه الجمهور وسلامتكم. سلامتي يا قلب تغرب وسده باح تجدد هواجسه وذكرني الماضي أساير زمان فيه مرضى وفيه صحاح على كثر ميلاته بحكم القدر راضي ودام الخساير ما بعد جاته في الأرواح صبرنا ولا خذنا محامي ولا قاضي عليك العتب واللوم يا السارق المزاح عيون اللي بتشوف لو كان متغاضي أفضل مقام فوق حصما بدون سناح ولا خوة تعرض مع كل عراضي فجوج الخلاط بالجرايح بلا جراح ولا عودت ما بين باني وقضاضي ترى ما يغثك غير نشدية المرتاح يبي ينبش أوجاعك وينشد عن الفاضي هبيل يحس بمو وراسه لفتها رباح وهو ما دار نشديته ما لها داعي هبيل يحس بمو وراسه لفتها رباح وهو ما دار نشديته ما لها داعي سلامتكم. صح لسان شاعرنا. ولأن المشاركين محل تقدير ندعو والد العريس محمد بن ناصر لتكريم الشيخ محمد بن عبد الله الهزري. كما ندعو الشاعر الجزل عبد العزيز بن مناحي الفويه. الله يمسيكم بالخير. أول شيء صلوا على النبي خلونا نكسب أجر. اللهم صل وسلم على رسول الله. احنا والله ما جينا عند أبو ناصر إلا محبة وتقدير. أبو ناصر عانية وأخو ورفيد وقصير واشتهل العلوم الغانمة من عندنا كلها، ولكن إنها فرصة أنا أهدي هذا التكريم. الرجل عانية ولقينا من عنده العلوم الغانمة كلها من يوم بدأت العنوة إلى ذا اليوم اللي هو فلاح ابن عوض بن الفرم. أبهديه باسم الجميع وباسم الفوهة خاصة. هو سلام. كما ندعو الشاعر علي بن حسين أبو ظهير. كما ندعو الشاعر مخلد بن خالد الذيابي. كما ندعو الشاعر الجزل جمعان بن جبار الفرم. أسلموا الربع على الهدية وبيض الله وجيههم وعبد العزيز الهويه كرم ابو محمد وعلي الطلاق هذا البشت تاخذ هي الهويه. كما ندعو للتكريم الشاعر الجزل فهد بن فايز بن فايز بن هداف. السلام عليكم. علي بن مسفر ابن هديل. كما ندعو الشاعر المبدع سعيد بن ناصر بن سابر بن شديد للتكريم.
فليتفضل الشاعر الأخ مبارك بن سعيد بن سابر بن شديد. أما بشتي والله يا أبو سعود يا خالي أنت أخذه. الأخ سابر بن ناصر بن شديد للتكريم. الهدية مقبولة، نهديها لبداح بن محمد بن بقيم، جار ومطلق ويستاهل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فيه رجال من الجماعة وافي وغالي وجعله يسلم وعلومه غانمة، اللي هو عثمان بن محمد بن هداف. يتفضل. يستاهل يستاهل التكريم. وختاماً نشكر لكم الحضور واستماعكم فقرات الحفل. والآن مع شيلتين الأولى كلمات الشاعر محمد بن حسين البقمي ومنشدها محمد السمي، والثانية كلمات محمد السمي، والثانية كلمات الشاعر سعيد بن ناصر بن شديد ومنشدها خالد المري، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اسم شهرنا العلي ضاع عزيزنا الجنم محتمين الحد والنار من شبابها فعلهم بالرمح والسيف مصقول النصب لا حضر منهم شجيع يسد غيابها لا حضر منهم شجيع يسد غيابها يوم تاريخ القبائل يسطر في كتاب اشهر نفعولها اللي تجيب القابها ما نوفيهم من المدح الاول قاف شاب اكبر من المدح في مجدها وانسابها وابرك الايام واحلى الليالي والجواب في حفل شبل بيوت الشعر يزهابها والله يوفقك يا ناصر الدرب الصواب والتهاني سكتها لك وشرع بابها والتهاني سكتها لك وشرع بابها